قلت يكمل لانه يعني بي... عبد الكريم بيرا غير مقتنع بالمدرب ايرفي رونار قناعتي بصح انا نعطيك لي زارغيومون في هارغيومون لا راهو راهو حكم ليكيب فيمينين هكذا نعم. تاع فرنسا واش دار بهم في المونديال هذا اللي جاز ايه سؤال بيرفورمانس اه. نهضرو اي فو كونتيفي نشوفو وهذا راهو جاي وهذا راهو جاي من ليكيب فيمينين ليكيب ماسكولين ماشي كيف كيف يقعد معاهم ويروح للاولمبيكو لا و... سامحني انا كلام كبير الحاج خويا احنا هذا لو بروفيل عبد الكريم بيرا تتحدث عن مدرب اسمه ايرفي رونار توج بكاس امم افريقيا امام مع منتخب زامبيا توج بكاس امم افريقيا مع منتخب نجيك 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 فاز على الارجنتين اه؟ بكاس العالم اه؟ اه؟ مع منتخب سعودي سي ابراهيم سي ابراهيم علاش نجاوبك تفضل انا راني دار واحد 15 نسخه تاع كوب دافريك تما نهار مع زومبي ولا كوديفوار انا كنت لا زومبي شكون اللي كانوا اغلبيتهم لاعبين اللي كانوا في تيبي بي مازامبي ولا سي ان بي ولاد عنده لاعبين كبار يعني اللاعبين اللي داوها ماشي لا ما قلتش العكس لا حاشا لعب لا فيلوزوفي دو جو تاو الى بافيك اندونسيتي دونسيتي يحوس على لاتاك رابيد لا كونتر اتاك على لي بالاريتي يحب هذاك لو جو انتونس اللي يليق مع لي زومبيان مع الجزائريين حنا يفو فوار لو بروفيل دي جوار اللي عندنا كي تكون <تكلمة> عندك اون جواز تجيب ان اللي يقدر يديفلوبي لو جو هذاك ويخلي هاد لي جوار هادو ما ما خير حنا ولا زومبينا لا كليب بسحكم سي اوتر ان بصح اللي تتحوس على لو جو هذاك اطرايا وزيدي لي كاركتيريال علاش قلت لك انا ما لازمش واحد يتقلق تسمى حنا الناخب نتاعنا وصل مكتوب وحبس باش نحبسوا هذا الحس هذايا لا لا لو كاستينغ اللي امبورطون كيما ديك ليكيب تيب اللي ما لازمش يغلط فيها المدرب كيما لازم لو كاستينغ الاتحاد الجزائري وعلى راسهم وليد صادي ما لازمش يغلط في انتداب لازم يجيب ان اونترينور دو بوانتور مونديال اي دون اي دو دو اللي يتماشى ويليق مع اللاعبين اللي عندنا ويا ربما المشروع اللي رانا حابين نروحوا له وكيما قال سعيد ما يديرش برايو <applause> لا ديريكسيون تكنيك ناسيونال ولا لو دي تي ان اللي لازم يكون ما بقاش كيما هذاك لو آه لي دي تي ان اللي حكمنا كولوني دو فاكونس نحكموا لي 15 ولي 17 ولي 18 ورانا مخبيين لا لا تحمل مسؤوليتك لما ما تمشيش اون ايكيب ا آه اذا كان راح لو سيليكسيونور تاع آه لا ا حتى انت تروح معاه بارك الله سعيد كناوي يا راك يا ما راكش عبد الكريم